معكم اليوم مع المستوى الذين توجد الجهة الشرقية لأجل توقع على اتفاقية خصوصية بين المنصب الوطني للتنمية البشرية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية على مستوى الجهة الشرقية. تأتي هذه الاتفاقية الخصوصية التي نوقعها اليوم تنفيذا لاتفاقية الإطار لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي المبرمة بتاريخ 28 مارس 2024، وهي واقعية على وضع حال الأسر وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتنمية البشرية الساكنة المستهدفة من أجل تطوير أوضاعها الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة لها. المرصد الوطني للتنمية البشرية، هذه الاتفاقية الخصوصية اللي كنوقعوا اليوم على مستوى الجهة الشرقية كتجي في إطار الاتفاقية الإطار اللي وقعناها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي كتهدف بدرجة أساسية إلى تجميع مجموعة ديال المعطيات الميدانية بطريقة علمية وموضوعية اللي غادي تهم الأسر والوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالها في مختلف أقاليم الجهة الشرقية من أجل المساهمة في مساعدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تخطيط البرامج المستقبلية ديالها. طبعا هذه المقاربة هي مقاربة متجددة كترتكز على مقاربات علمية وميدانية وتأخذ بعين الاعتبار مختلف الخصوصيات ديال المناطق ديال الجهة والمعطيات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالأسر، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو بالعادات الغذائية وبوضعية الصحة وحاجية التعليم ووضعية الأطفال والأجيال الصاعدة في مختلف أقاليم الجهة في أفق تحقيق التنمية الشاملة اللي كطمح لها جلالة الملك حفظه الله. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.